وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصف في مؤتمر صحفي مؤلف التقرير الخاص بوقوف روسيا وراء هجمات إلكترونية على منظومة الانتخابات في الولايات المتحدة بأنه محتال وأن كل المزاعم والاتهامات الموجهة لموسكو مختلقة. بصراحة أنا لست بصدد إثبات لماذا كل هذا ليس صحيحا. نفس الناس الذين يرفضون العمل على قواعد عالمية لإحلال النظام في المشهد الإعلامي وتوحيد الجهود لمكافحة الاحتيال الإلكتروني يتهموننا دون دليل أننا أخذنا تقريبا العالم كله تحت سيطرتنا. وعن وصول القوات الأمريكية إلى بولندا في أكبر تعزيز للقوات الأمريكية في المنطقة منذ عقود كجزء من عملية أتلانتيك ريزولف الحل الأطلسي، موسكو رأت في الأمر استعراضا للقوة أمام حدودها الغربية. إذا كانت هياكل قوات الناتو لا يمكنها التفكير في أفضل وسيلة لاستخدام قواتها بدلا من استونيا على الحدود مع روسيا، هذا يعني أن مخابراتها تقوم بعمل سيء والناتو لا يدرك ما يحدث في أماكن أخرى قبل كل شيء في أجزاء أخرى من المناطق التي تحت سيطرة حلف الناتو. وزير الخارجية الروسي أشار إلى التوترات في البلقان التي تتصاعد بشكل حاد ودعا الاتحاد الأوروبي للمساعدة على تهدئة الأوضاع.